اول بس هتساليني اسئله عميقه ولا لا؟ عشان لو عميقه هفضل لابس النظاره، لو مش عميقه اقلع. دي نظاره العمر عاديه. لا النظاره. انا مش مطرب، فلا اصنف نفسي مطرب اقدر اغني كل الاشكال، لكن اقدر اغني الحاجات اللي شبهي. زي ما منعش ان انا بكتب حاجات، انا كاتب كذا اغنيه هي اغاني دراما تماما، محتاجه مطربين بنوعيه معينه يغنوها. يعني انا كاتب اغنيه، ممكن اقول لك حته صغيره منها، ودي اول مره اقولها في اي حاجه، وهي كلامها عميق شويه وكلام تقيل شويه، وانا لا اتوقع ان انا ممكن اغنيه، بس ينفع حد غيري يستفيد بيه. هي مودها صعيدي فلاحي كده شويه، بتقول سالته هل ده الولع، كان الجواب صده، سائد دلال سائد دلع، مفاتيح هواه صده، ومشيت اوشوش في الودع، ولا جاني يوم رده، اللي فتح باب الوجع واجب عليه رده. دي واحدة من الحاجات اللي كتبتها، ويعني إن شاء الله ممكن تتوظف مع مطرب عنده مساحات صوت يقدر يغنيها بلحن مناسب. وهكرر التجربة سواء أغاني كوميدي أو أغاني فيها معاني. ألبس النظارة بقى، بما أنه قلت معاني عميقة، صح؟ بدأت أقول حاجات عميقة.